السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طبعا متعودين ان احنا ندخل على القراءه بالطاقه الايجابيه، وكمان نبعد عننا الطاقه السلبيه، ودايما نخلي املنا في ربنا كبير، ان هو دايما هيغير الحال باحسن حال، وانه دايما بيقدم لنا الحال الافضل من اللي احنا فيه. دلوقتي هنشوف مع بعض فنجان برج العقرب لشهر مايو. ان شاء الله بإذن الله بفضل ربنا يكون الانتصار والخير والفرحة والسعادة تدخل على قلبكم يا جميع مواليد برج العقرب بالخير إن شاء الله بإذن الله. اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا أهم حاجة تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، مش هناخد من وقتكم كتير، بس صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وكتروا في الاستغفار أهم حاجة، وطبعا ما تنسوش الدعاء في آخر 10 أيام من رمضان. دايما خلي الأدعية على لسانكم، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لكم الخير، وكل سنة وأنتم طيبين، وان شاء الله ايام جميله وفيها خير وفرحه ورزق. يلا بينا نشوف فنجان برج العقرب لشهر مايو بيقول ايه. شايفين الفنجان؟ شايفين انه في كلام كتير وفي احداث كتير. بسم الله ما شاء الله يا برج العقرب. بص يا برج العقرب، اول حاجه عايزك تكون حريص وتخلي بالك كويس جدا من التعب النفسي اللي انت فيه، علشان عندك خير وعندك رزق باذن الله بفضل ربنا. عندك غزال، عندك واحده ست او راجل، الشخص ده كويس جدا، بيحاول يحميك، بيحاول ان هو يبعد عنك العيون. حاسس بالحزن يا برج العقرب، حاسس بالحيره، حاسس بالخوف، علشان فنجانك لحد الان ما نشفش. ده بيدل انه في حاجات كتيره جدا تعباك. مع ذلك يا مواليد برج العقرب انت بتكتب، يعني في حاجات كتيره جدا تعباك صحيا وجسديا، بس كاتب، مش راضي تتكلم ومش عايز تقول، بتقول سايبها على الله ورب، اللي ربنا بيكتبه هو خير ليك. شايف ان عندك اعداء كتير، عندك اكتر من عدو، لدرجه ان انت اتطعنت كتير واتغدرت يا برج العقرب. شايفه كمان ان انت باذن الله هتكون منصور، وهتتخطى كل المشاكل وكل الحاجات الوحشه اللي في حياتك. شايفه كمان انه قلبك وجعك، شايفه ان انت تعبان، قلبك وجعك يا برج العقرب. ليه؟ ليه دايما حاسس بالحيره والخوف والتوتر؟ ليه حاسس بالاحباط يا برج العقرب؟ رغم ان انت عندك خير وعندك اشتياق، بس عندك عين قويه صايباك مبوظالك حياتك. عندك سحر؟ اي نعم عندك سحر يا برج العقرب، مخلي حياتك فيها جحيم، بس شايفه الاشتياق ده بالخير وبالرزق ان شاء الله باذن الله. مشتاق لاطفالك، مشتاق لحبيب بعيد عنك، مشتاق لاب الام، لحد متوفي عزيز على قلبك. شايفه كمان انه في سمكه خير وسمكه رزق جايه لك. انت عايش في دوامه يا برج العقرب، عايش في حيره من امرك، لدرجة ان امرك مش عاجبك. بص الفنجان، فنجان بيدل على المساحات الفاضية. بص يا برج العقرب، الايام اليومين اللي جايين دول هتمشي طريق، الطريق ده هيبقى خير ليك ورزق وتفاؤل، خير ورزق وتفاؤل. انت هنا قاعد ومستني جلسة في المحكمة، مستني ورقة تخلص، مستني حاجة في المحكمة، والله اعلم هتجيلك بالخير، بس تخلي بالك كويس جدا من واحدة ست كبيرة في السن. الست دي حسودة، خبيثة، انسانة مش كويسة خالص، خلي بالك منها يا برج العقرب، علشان خاطر ما تندمش، وعلشان خاطر ما ايامك ما تبقاش مش حلوة. شايفة كمان يا برج العقرب ان انت ناوي تشتري شقة، ناوي تشتري عربية، ناوي تغير المكان كان اللي انت فيه علشان تعبان. شايفه كمان انه عندك خبر حلو، بشره حلوه، رساله حلوه، او مكالمه هتجيلك من حد انت مستنيها من بدري. شايفه كمان يا برج العقرب ان انت ناوي تخطي، ناوي تلملم كل الاوجاع وتلملم كل المشاكل وترميها ورا ظهرك، وتبدا من جديد وتكمل الى ايام حلوه باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. يا برج العقرب عايزك تكون منصور، عايزك تكون هادي، عايزك تكون حكيم في كلامك. شايف انه عندك مشروع حلو، وناوي ان انت تشارك بيه حد عزيز على قلبك، علشان خاطر تكمل وتبدا وتعيش. بص يا برج العقرب، الناس اللي هم قريبين منك، في منهم فرحان وفي منهم بيحاول يعمل زي العقربه. شايف يا برج العقرب حد عايز يعمل زي العقربه في حياتك، علشان خاطر ياخد كل اللي انت فيه، لدرجه ان اللقمه اللي بتدخل معدتك
بتبقى محسود عليها. طيب حياتك العاطفية دايما مقلوبة، مفيش تفاهم بينك وما بين الشريك، دايما مشاكل، مفيش تفاهم خالص بمواليد برج العقرب، دايما في حيرة، في توتر، في خوف من مشاكل، في حاجات بينك وما بين الشريك، حاسس ان هو بيضحك عليك، ان هو بيخدعك، مش واثق فيه، في حاجات كتيرة جدا، في توتر بينك وما بين الشريك. من ناحية الناس المتجوزين شايفة انه في عندكم طرف ثالث، خلوا بالكم وانتبهوا كويس جدا. انت حاسس انه نفسيتك تعبانة، حاسس انه في حاجة غلط، في حاجة مش متكاملة، في حاجة غلط عندك يا برج العقرب، وبتقول يا رب انصرني، يا رب اكرمني، يا رب وفقني في حياتي، يا رب انا محتاج حاجة تغير حياتي بالكامل. بس شايفة ان عندك حاجات كتيرة جدا، عندك ايام كتيرة حلوة، عندك كذا باب هيتفتح بإذن الله بفضل ربنا. حافظ على مادياتك شوية، دايما خلي التحصين من حاجاتك الأساسية، خلي دايما بيتك يكون متحصن، نفسك يكون متحصن بالقرآن بالأدعية. شايفة انه حد ظلمك في الماضي هيجي لك وهيطلب منك المساعدة، وهيقول لك ساعدني، وهيقدم لك حاجة مفيدة، وفي نفس الوقت هيقدم لك الاعتذار. طيب ايه الحاجة اللي انت بعدت عنها وبتقول يا ريتني ما كنت بعدت؟ ايه الحاجة اللي انت بعدت عنها؟ ولادك، احبابك، اصدقائك. شايفة ان انت كمان خرجت ناس من حياتك انت كنت بتحبهم، بس الناس دول مش كويسين، الناس دول ظلموك يا برج العقرب. شايفة ان انت خسرت ناس كتير وطلعت ناس كتير جدا من حياتك، ودايما بتحط النقط على الحروف حاليا، وبتقول انا لازم اختار صح، انا لازم اكمل صح، انا مش عايز اقع في الخطأ اكتر من مرة، لدرجة ان انت دلوقتي قاعد ومتهيئ لك ان انت عايز تمشي من البيت خالص، عايز تمشي من الدنيا خالص، علشان خاطر تختار صح وتكمل صح. بص يا برج العقرب، انت في ناس كتيرة جدا ما كانتش بتعاملك حلو، في ناس عايزة تأذيك كتير، وانت عرفتهم وبتحاول ان انت تتجنبهم. طيب صحتك ليه في النازل؟ ليه ما بتاكلش كويس يا برج العقرب؟ ليه دايما حاسس ان انت حياتك مش تمام؟ طيب احب اقولك ان عندك خير، صحتك ان شاء الله باذن الله هيكون عندك شفاء، وهيبقى عندك وضع احسن من الوضع. فانت ليه خايف عندك توتر وحيرة؟ ليه خايف من امرك؟ ليه خايف على مشروع يخسر؟ خايف على حاجة معينة تخسرها يا برج العقرب؟ شايفة ان نفسيتك اليومين دول مش مستعدة لأي خسارة، مش عايز تخسر أي حاجة، بتحاول انت تكمل وتسعى علشان خاطر ما تخسرش. بس شايفة ان عندك خير، الأيام اللي جاية هتوصل للحاجة اللي انت عايزها بفضل ربنا، من غير تردد ومن غير مساعدة من أي حد. بس خلي بالك من التلاتة دول قلبهم اسود عليك، بيحاولوا يحقدوا، بيغيروا منك، بيغيروا على نجاحك، على تصرفاتك، على اي حاجة، حتى اللومة اللي بتدخل معدتك بيغيروا منها وبيبقوا عايزين ياخدوها منك. في حد خسرك يا برج العقرب وندمان، حد شريك حياتك سابك، او حد في حياتك كان انت كنت بتحبه وكنت دايما بتقدم له الخير، وهو سابك وخانك او غدر بيك. عندك حد يا برج العقرب انت بتحاول تطبطب عليه اليومين دول علشان خاطر مظلوم يا برج العقرب، حد صعبان عليك، مظلوم اليومين دول. شايفة كمان عندك خير ان شاء الله باذن الله ونجاح. طيب ايه الجرح وكسرة القلب اللي انت فيها دي؟ ايه الجرح وكسرة القلب اللي انت فيها دي؟ شايفة ان الايام اللي جاية عندك كذا باب هيتفتح في حياتك، واحد رزق، واحد خير، واحد فرحة، عندك حاجات معينة حلوة، انت حاليا ناوي تشتري حاجة حلوة، ناوي تشتري حاجة معينة بالخير بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. انت من جواك حاسس بعدم نجاح، بعدم توتر، بس انا شايفة ان عندك خير وعندك نجاح بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى يا برج العقرب. حاول توفي الندر اللي عليك، حاول تخلي الصبر مفتاح الفرج في حياتك، علشان خاطر كل الصبر اللي انت صبرته ان شاء الله باذن الله تحصده. الناس اللي ظلمتك وجات عليك وكسرت قلبك في وقت من الاوقات هتنجح، وكمان هتبقى احسن منهم بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. سيب الهم وسيب الحمل اللي انت شايله على كتفك التقيل، سيبها على الله، ربك يريد، ربك بيكتب الخير بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. اتمنى لك النجاح، اتمنى لك التوفيق، اتمنى لك الخير باذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بلاش تعلق نفسك بامور مش كويسه،
حاول ان انت تحط النقط على الحروف، حاول تاخد القرار اللي انت ليك فترة حيران فيه، بلاش الحيرة اللي انت فيها، خلي اللقاء اللي جاي لك ده يجي لك بالخير وبالرزق بإذن الله، هيغير من حياتك. القرار اللي انت مستنيه لازم تاخده، اللقاء الحلو اللي هيجي لك بإذن الله ده هيكون لقاء حلو بفرج بسعادة بإذن الله. يا مواليد برج العقرب، أتمنى لكم الخير والسعادة والفرح لقلبكم بإذن الله. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء. شايفة كمان يا برج العقرب ان انت حواليك ناس كتير جدا بس بتحاول تبعد. انت خدت صدمة عاطفيا، اتصدمت لحد الان بتعاني منها، اخدت اكتر من صدمة يا برج العقرب. اعلنتوا حربكم، اعلنتوا انتصاركم، خلاص عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه ده، في لاما في حرب، لاما في مواجهة، لاما في حاجة هتعملوها انتوا. دايما خلوا بالكم من نفسكم، بلاش تفضلوا تتنازلوا من اجل الاخرين. انتوا هتوصلوا لحلمكم، بس من كتر ما انتوا بتتنازلوا علشان الاخرين بيسبب لكم وجع دماغ. في مكالمة حلوة جدا جدا في الطريق ليكم، المكالمة دي حد هيكلمها لكم، انتوا مستنيينها اصلا. اعدائكم كانت دايما من المقربين لقلبكم، يعني المقربين ليكم اللي عارفين عنكم اسراركم وعارفين عنكم كل حاجة، هم دول اللي كانوا اعداء ليكم، فخدوا بالكم من النقطة دي. كمان انتوا هنا في ميزة عندكم حلوة جدا، مهما بتشوفوا يعني مهما تشوفوا الناس اللي قدامكم محتاجة يعني بتطلعوها من جيبكم، ممكن تحرموا نفسكم من الأكل وتساعدوا الناس اللي حواليكم، ميزتكم دي جميلة، وعشان كده دايما محسودين، فخلوا بالكم من النقطة دي علشان خاطر انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين حسد ولا ناقصين طمع فيكم. كمان انتوا هنا من الأشخاص اللي دايما فعلا عيونكم مليانة وبترضى بأقل حاجة، يعني انتوا معروفين ان انتوا بترضوا قليلكم جدا، وعشان كده دايما بيقولوا ايه، انتوا رافعين عيونكم في السماء، بيتكلموا عليكم في كلام سلبي، فارموا ورا ظهركم، فشوفوا انتوا مستنيين ايه واشتغلوا عليه. انتوا عندكم بشرة او سعادة لقلبكم، والعدو اللي عمال يبذل اقصى مجهود علشان يوقعكم باذن الله ربكم هو اللي هيوصلكم للحال افضل. البعض منكم بيشتكي او البعض منكم رايح للدكتور، عنده وجع اسنان، وجع في المعدة، الم في الظهر، العظم عندكم خشونة، في شوية وجع، بس باذن الله هتكون على خير. كمان انتوا هنا حصلت فتنة عندكم، والفتنة دي من صديقة او من حد مقرب ليكم برضو، كان بيعمل فتنة ونهيتوا علاقتكم بيه او خرجتوه بره حياتكم. البعض منكم في طرف ثالث بيتدخل بينه وما بين الشريك، بيقول كلام سلبي او عكس ما هو فاكر، فمش حابب الموضوع ده ولا حابب يكون الطاقة السلبية متوزعة بالطريقة دي. رغم ان نفسيتكم فيها طاقة سلبية ونومكم متلخبط، وخلي بالكم ان انتوا الفترة دي انتوا عندكم عصبية زايدة، بلاش العصبية الزايدة عشان العصبية دي مسببة لكم الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها. اختموا نفسكم كده بالراحة وصلوا على الحبيب. البعض منكم ناوي على خروج من المكان اللي هو فيه، ناويين على سفر، ناويين ان انتوا خلاص تيسروا اموركم وتدبروا حياتكم بعيدا عن الناس. كمان انتوا بقالكم اكتر من كذا سنة تعبانين ومخنوقين وبتستحملوا وماشيين بما يرضي الله، بس خلاص ما بقيتوش تيجوا على نفسكم في حاجة تانية. علاقتكم نهيتوها مع برج الحوت بسبب الظروف وبسبب المشاكل، وكان في سحر بيتجدد لكم من المقربين من اهل الشريك، وكان دايما في خلافات بينكم من اول من بعد الجواز بمدة معينة. كمان انت عندك هنا حد هيكون سبب نقلتك وهيكون سبب خير ليك باذن الله. مين الست او مين الحد اللي كان من اهلك اكل حقك في ورث او اكل حقك في مال، اكل حقك وانت زعلت جدا وفوضت امرك لربنا وخلاص، ناويين تعملوا عملية الفترة دي، انتوا ناويين تعملوا عملية، احساسكم عالي والعملية باذن الله هتنجح، واهدوا بس انتوا كده وهدوا اعصابكم، عندكم نجاح باذن الله بس في ضغوط. هنا كمان انت مركز على تحقيق هدف طال انتظاره عندك،
وبدأت تتغير، بدأت تكتم فرحتك، يعني ما بقتش زي الأول، اتغيرت 180 درجة. يعني لو في حد عايز يأذيك أو عايز يتعبك، أنت خلاص بقيت كاشف الشخص اللي معاك على حقيقته، وعارف إن الشخص ده مش حابب لك الخير، رغم إن نفسيتك تحت الصفر. ومهما بيحاولوا يأذوا فيك ويتكلموا عليك على جميع الأسر، أنت هتكون متفوق عليهم. الضغوط الكتيرة اللي عليك دي نهايتها فراق. في هنا صلح في قعدة أو في لقاء، عندك اتنين بيتفقوا دايما لأذاكم، دايما بيعملوكم ذبذبة في طاقة سلبية ومأثرين عليكم في ضغوط. محتاج الاحتواء والحنان، محتاج حد يقف جنبك رغم ان انت مش عايز من كتر اللي انت شفته، بس في طاقة ايجابية عندكم، في مال جايلك، والمال ده هيبقى سبب رئيسي ان انت يخرجك من الشوشرة اللي انت فيها. انتوا كمان عمالين تسعوا بأي طريقة. بسم الله ما شاء الله عليكم، ابتسامتكم جميلة جدا، حياتكم بريئة، ففي هنا خروج من مشكلة كبيرة على كتفكم. انتوا قررتوا ان انتوا تتغيروا للصح، قررتوا ان انتوا تبعدوا وتاخدوا طاقة تانية مختلفة. ناس دخلوا بيوتكم خربوها ودمروها، حاليا مازالت، يعني حاليا انتوا مازال بتعانوا من الناس اللي دخلت دي وخلتكم خدتوا قرار. في غيرة وفي حقد عليكم بسبب ان انتوا براءة، دايما كده حياتكم بريئة، دايما بتتعاملوا بمحبة وبطاقة ايجابية. ألم في الكتف غير طبيعي، وأحلامكم خايفين منها رغم إن عندكم لقاء حلو، وعندكم يعني احتفال بعيد ميلاد، احتفال بحد هيبقى فيها فرحة، ممكن كمان لقاء طاقة إيجابية. اللقاء ده هيكون حلو قوي، أو هتشوفوا حد بعيد عنكم بقالكم مدة، بقالكم غياب في حاجات كتيرة. مين الشخص اللي كان متعدد العلاقات اللي عندكم وخلاكم فقدتوا أملكم في حاجات كتيرة جدا، رغم ان انتوا خلاص الدنيا بدأت تتظبط، بس انتوا في طاقة هنا مؤثرة عليكم من الشخص ده. يعني انتوا في حد بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه على طول. الألم اللي في راسك والألم اللي في الظهر هيخف بإذن الله، بإذن الله هيخف، وهيكون في تواصل حلو. العاطفة عندك فيها تحسن بنسبة 90%، علشان الوضع اللي انت فيه تعبك. اي نعم محتار في الحياة العاطفية ما بين اتنين او ما بين حد، ومش عارف تاخد القرار، وفي مشكلة عمالة تواجهك، بس في طاقة فرج رغم ان في شوية ألم وشوية حيرة وشوية خنقة، بس بإذن الله كل حاجة هتعدي. ممكن كمان انتوا تكونوا خايفين من حد معين في حياتكم، الحد ده واقف بينكم وبين تحقيق الحلم، وهيبقى فيك طاقة تانية مختلفة. انتوا في تعليق مع حد متعلق بيكم، او انتوا متعلقين بحد، والحد ده يعني كده هو فعلا بيحبكم قوي، وفي امور حلو. في تقديم على طلب او تقديم على وظيفة او تقديم على شهادة، الله اعلم انتم هتقدموا على حاجة الفترة اللي جاية. في عندكم حرف الحاء، حرف النون، حرف الألف، حرف الميم، حرف السين، دول موجودين في حياتكم الحروف دي. في كلام ما بينكم، في حاجة تخصهم، انتوا ساكتين اليومين دول بسبب حد كده بيتكلم عنك، او حد بيتكلم مش بي... حد بيتكلم عنك وانت مش متوقع ان الشخص، انت بتقول ازاي انا كنت مغفل، ازاي انا كنت ساكت وكنت مآمن للشخص ده، والشخص ده هو اللي بيطعني وهو اللي بيغزلني. خطوبة هتكمل مع حد من ابراج نارية، وهتكونوا مبسوطين جدا رغم الأذى اللي عليكم والفشل، بس هيكون في طاقة تانية مختلفة. الوقت ده خلاص بدأت الدنيا تتغير عندكم، بدأت الحياة تبقى فيها أشكال مختلفة،
والشخص اللي كسرك وظلمك اللهم يا شماتة، بس هتشوف قد ايه حكم ربنا عليك كبيرة. انت عايش في عيشة وكأنك مش عايش، عايش في دوامة، عايش في يعني حتى اللقمة مش متهني بيها اللي بتنزل معدتك، بتتعذب، وده كله من المقربين ليك، المقربين حاطينك في بالهم وبيحقدوا عليك بكل الطرق. رغم ان انت هنا بص عملت كتير جدا من اجلهم ووقفت، بس انت ليل ونهار بتعيط على حد سابك فجأة او على حد اتفاجئت بعدانه عنك. خليك سكت، خلاك خلاص، وزي ما قلت لك ان الطرف التاني اللي بيتدخل في حياتك ده اذيه، وهو سبب الهم اللي انت شايله لوحدك والوجع اللي انت مش قادر تستحمله. طيب هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هتستغفروا ربنا وهتاخدوا قرار حاسم، وهتقرروا ان انتوا يكون في عدالة في حياتكم بمشيئة الله سبحان الله وتعالى. وفي مشروع هتدخلوا فيه، المشروع ده هينجح. في حد وقعكم في خطيئة كان دايما بيرسم عليكم الحب والحنان والطاقة الإيجابية، وما توقعتوش ان الخذلان يجيلكم من الشخص ده. كمان هنا يعني في حاجة ضايعة منكم عمالين تدوروا عليها بكل الطرق ومش عارفين او مش عارفين تلاقوها. في بلوك بينك وما بين برج العقرب هيتفك الفترة دي وهيبقى في كلام. في حد فعلا بيقول عليكم ان انتوا طيبين جدا، ان انتوا تستاهلوا حياة احسن من كده، بس مش بايده حاجة او مش بايدها حاجة ان هي تساعدكم في اي حاجة. والحد اللي بيدبر لكم مقيدة من غير اي سبب هتتقلب ضده وهتشوفوا وهتتفرجوا، انتوا بس الفترة دي هتقعدوا تتفرجوا. في حد مريض عندكم وانتوا ليل ونهار زعلانين عليه وبتعيطوا عليه بسبب الطاقة اللي انتوا فيها. في حد كمان بيقلدكم، يعني هنا حد بيقلدكم بأي طريقة. اتحطيتوا في موضوع والموضوع اللي انتوا اتحطيتوا فيه ده قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تعافروا، هتثبتوا براءتكم بنفسكم، هتاخدوا حقكم تالت ومتلت، وهتتكلموا بطاقة مختلفة. انتوا مش عايزين تقنعوا اي حد، بس انتوا هتقنعوا نفسكم. بس عايزاكم دايما تخلوا بالكم ان انت عندك خبر حلو، وكمان عندك خروج من طاقة سلبية، وهتعرف مين اللي عمال يأذي فيك ويقول عليك كلام سلبي. كمان الشريك عندك في ضغوط نفسية في شغله او في حياته، او هو حيران، او هو كاره حاجة معينة عنده. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم هنا في طاقة تانية مختلفة، الطاقة دي هتبقى حب ليكم، وهتبقى امور تجديد، او هتبقى طاقة مختلفة لشغلكم او لحياتكم بشكل كبير او بشكل ايجابي. هنا كمان الوضع اللي بالكم مشغول بيه بقالكم مدة هيبقى فيه تفوق وهيبقى فيه نجاح، انتوا مزدهرين بافعالكم. كمان انتوا هنا ناويين تقسموا حاجة على جزئين او حاجة على حاجتين، هتقسموا لإما علاقة لإما تقسموا امور. رقم 7 ده مميز جدا بالنسبة لكم، وده بيبقى ممكن يبقى طريق انتصار او طريق نجاح عندكم. طيب قولولي بقى الألم اللي بتحسوه، او انتوا البعض منكم عنده عرق نساء، عنده مشاكل نسائية، الألم ده لسه مازال موجود، لسه بتعانوا منه، لسه في حيرة وضغوط نفسية بسبب ألم عندكم. الفترة اللي جاية دي انت هتكتشفوا حاجة وهتحسوا ان هي دي ربنا جات لكم في وقتها بسبب الاكتشاف، وهتقولوا خلاص خرجوا بره حياتي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. مش هتزعلوا عليهم، مش هتزعلوا على الكشف اللي انتوا هتكتشفوه، بالعكس ده انتوا هتحسوا ان ربنا نجاكم وربنا بيحبكم، اكرمكم من حيث لا تحتسب بسبب الذل والخيانة اللي انتوا بتشوفوه في حياتكم. كمان انت هنا عندكم فترة
فيها تقلب المزاج الفترة دي، مع تقلب المزاج هتاخدوا قرار حاسم. أجمل ما فيكم عيونكم، دايما عيونكم بريئة، دايما عيونكم جميلة، رغم انه اذكياء، الذكاء اللي عندكم خارقي، وبتفهموا على طول، مجرد ما حد كده بتبصوا في عينه بتعرفوا، بتعرفوا مين بيأذيكم ومين بيحبكم، بس بتعملوا نفسكم مش عارفين اي حاجة. اشخاص مميزين بحاجات كتيرة جدا، مميزين بثقافتهم، برشاقتكم، بطاقتكم، بحاجات مميزة عندكم. في حد عندك او في حد عينه عليك في الرايحة وفي الجاية، مركز معاك قوي وبيراقبك من تحت لتحت، ومش عايز يبين لك ان هو بيراقبك او حطك في دماغك. بلاش تعلق نفسك بامور مش كويسة، حاول ان انت تحط النقط على الحروف، حاول تاخد القرار اللي انت ليك فترة حيران فيه، بلاش الحيرة اللي انت فيها، خلي اللقاء اللي جاي لك ده يجي لك بالخير وبالرزق باذن الله، هيغير من حياتك. القرار اللي انت مستنيه لازم تاخده، اللقاء الحلو اللي هيجي لك باذن الله ده هيكون لقاء حلو بفرج بسعادة باذن الله يا مواليد برج العقرب. اتمنى لكم الخير والسعادة والفرح لقلبكم باذن الله. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء. شايفة كمان يا برج العقرب ان انت حواليك ناس كتير جدا بس بتحاول تبعد. انت خدت صدمة عاطفيا، اتصدمت لحد الان بتعاني منها، اخدت اكتر من صدمة يا برج العقرب لدرجة لحد الان بتعاني منها. فكر في مستقبلك، فكر في حياتك بس، وابعد عن اي حاجة توترك واي حاجة تحبطك يا مواليد برج العقرب. شايفة عندك كمية سعادة، مساحتك فاضية، عندك سعادة لا انت ما كنتش متوقعها. ربنا هيكرمك، ربنا هيفرحك، ربنا هيسعدك، ربنا هينصرك على الاعداء بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. اتمنى لك الخير والفرح لقلبك يا مواليد برج العقرب. لو اعجبكم الفيديو وعجبكم التوقعات لشهر مايو، ما تنسوش تدخلوا عليا باللايك الجميل والتعليق الحلو اللي زيكم، وتصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، ودايما تشجعوني علشان دايما انزل لكم جديد بجديد ان شاء الله باذن الله.